حياكم الله مشاهدينا من جديد، واهلا بكم معنا في محطتنا الحواريه الاولى اللي نرحب فيها طبعا بضيفنا الاستاذ وحيد صفر، رئيس المبادره الحكوميه توحيد اشتراكات مصادر المعلومات العلميه الالكترونيه بين مؤسسات الدوله، معهد الكويت للابحاث العلميه وماجستير في علم المكتبات والمعلومات من جامعه ويسكونسن الولايات المتحده. استاذ مساء عليك بخير، سعيده جدا بتواجدك معي. مساء الخير عليك استاذ مشاعل، وحي المشاهدين ايضا. بدايه نعطي الساده المشاهدين نبذه او فكره عامه عن معهد الكويت للابحاث العلميه. انشئ معهد الكويت للابحاث العلميه عام 1967 من قبل شركه الزيت العربيه تحت اداره يابانيه ولكن بمشاركه كويتيه، واطلق عليها اسم اللجنه المشتركه، وشملت الانشطه البحثيه ثلاث مجالات تنمويه رئيسيه عندنا اللي هي النفط والزراعه والثروه السمكيه. طبعا يعني مثل ما انتم عارفين الانشطه هذه في حال تغير تطور دائما، يعني تكون ايفولفينج بما يناسب خطه التنميه الشامله للبلاد وايضا على حسب اولويات البرامج الحكوميه. عام 1973 تم استقلالها من شركه الزيت العربيه والحاقها بالحكومه الكويتيه. وما يخفى على الجميع طبعا للمعهد دور ريادي في دعم العلوم والبحوث التطبيقيه وتقديم المشوره العلميه فيما يخص سياسه البحث العلمي بالبلاد والحلول القائمه على استخدام التكنولوجيا الحديثه لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدوله والمواطنين على حد سواء. طبعا يتم ذلك عن طريق اربع مراكز بحثيه: مركز البترول، مركز المياه، مركز البناء والطاقه، مركز البيئه والعلوم الحياتيه، بالاضافه الى عندنا اداره الاقتصاد التقني وهي اللي تقدم دراسات وبحوث ذات جدوى اقتصادية للدولة. جميل جدا. كونك مدير إدارة المراجع العلمية والفهرسة في المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجيا، شنو هو دور المركز الوطني في معهد الكويت للأبحاث العلمية؟ من أحد أهم العوامل الرئيسية للنهوض بكافة أشكال البحث العلمي هو توفير المعلومات لدعم المشاريع اللي يقوم فيها الباحث وتحفيزهم على التطوير والابتكار، واللي يقوم بهذا الدور هو المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية. طبعا هي إدارة مساندة للمراكز البحثية، أنشئ بقرار وزاري من مجلس الوزراء عام 1976. ينص هذا القرار بأن يكون المركز الوطني هو الانفورميشن هب لنتاج الفكر المحلي والعالمي من معلومات علمية دقيقة ومحكمة وموثقة عالميا. فبالإضافة إلى خدمات المعلومات اللي نقدمها للباحثين داخل المعهد، أيضا يتم تقديم هذه الخدمات لمختلف قطاعات الدولة والأجهزة الحكومية في مجال العلوم والتكنولوجيا. جميل. موضوعنا أو تحديدا المقابلة اليوم حول المبادرة الحكومية توحيد اشتراكات مصادر المعلومات العلمية الإلكترونية بين مؤسسات الدولة. طيب شلون انشأت هذه المبادرة؟ يعني شنو هي فكرتها؟ أوكي، هي ضمن الخطة الإنمائية للدولة وطبعا تحقيقا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، قدم معهد الكويت أبحاث علمية عدة مبادرات في مجال البحث العلمي ومبادرات أخرى أيضا في لدعم البحث العلمي. إحدى هذه المبادرات لدعم البحث العلمي هي مبادرة توحيد الشراكات بين مصادر المعلومات العلمية الإلكترونية بين مؤسسات الدولة. تتبلور فكرة المبادرة حول ربط احتياجات المؤسسات العلمية والأكاديمية والخدماتية من معلومات بمصادر إلكترونية عن طريق تكوين تحالف وطني تحت رؤية بناء مجتمع معرفي. طبعا يكون التحالف هذا هو داعما ومساندا لعملية البحث العلمي والتعليم في دولة الكويت. حلو، ذكرت ربط الاحتياجات العلمية بمصادر المعلومات. إينا. شنو هي المصادر هذه ومنو اللي نقدر نقول المستفيد منها؟ نعم، مصادر المعلومات هي ركيزة أساسية لعملية البحث العلمي والتعليم، وهي تكون من نوعين: الثانوية والأولية. المصادر الثانوية هي الفهارس والمستخلصات اللي تدل الباحث على المعلومة إلى المصادر الأولية، وهي مصادر معلومات بالنص الكامل وتشمل الكتب والمجلات العلمية، براءات اختراع، مواصفات ومقاييس، التقارير الفنية العلمية وأيضا أعمال أوراق المؤتمرات، وطبعا يتم الحصول عليها من أكبر الناشرين وبالإضافة إلى جهات علمية مهنية. والمستفيدين المستفيدين هم طبعا تشمل شريحة كبيرة من الفنيين، المهندسين، الباحثين العلميين والأكاديميين طبعا، بالإضافة إلى طلبة الجامعات وأيضا طلبة المدارس يمكن يستفيدون منها. وأهم شيء عندنا متخذين القرار في الدولة. طبعا المؤسسات المشاركة في هذه المبادرة راح تضمن فرص المساواة في الحصول على نتائج بحثية علمية دقيقة وصحيحة 100%، فبالتالي تكون مخرجات المؤسسات سواء من أبحاث أو من خدمات مبنية على أساس قوي ومتين. لو بنركز على أهداف المبادرة،
شنو هي أهدافها؟ المبادرة هي عبارة عن الشراكة في تحقيق أهداف المؤسسات والبرامج الحكومية، وفي ظل العجز المالي للدولة تعتبر هي فرصة لترشيد الإنفاق من خلال التحالف الوطني والتفاوض الجماعي بين المؤسسات مع الناشرين مباشرة للحصول على مصادر معلومات كثيرة ومتعددة وبتكلفة أقل. هذا هو الهدف المنشود، أن احنا نخفف العبء على الدولة وتكون التكلفة أقل، بالتالي تقليص الجهود والإنفاق. في مبادرات مماثلة لهذه المبادرة بالعالم؟ طبعا على مستوى العالم، بداياتها في سنة في الستينات مكتبة جامعات أوهايو جميعهم اتحدوا وكونوا تحالف في بناء فهرس موحد، ثم بعد ذلك بنوا فهرس تحالف في 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 شراء الكتب والدوريات المطبوعة آنذاك يعني كانت، ثم تطور إلى بناء تحالف للمصادر المعلومات الإلكترونية مماثل لمبادرتنا، ويتم الحصول عليها من خلال رابط أوهايو لينك. في عندنا في الدول العربية أكبرها في مصر وهو تحت اسم مسمى نوليدج بانك حديثا أطلق، وهو يتاح لجميع المواطنين باختلاف شرائحهم، بس إذا عندك مجرد إنترنت، اشتراك في إنترنت تريد تدخلي له من خلال السمارت ديفايسز اللي عند المواطنين، بالإضافة اللي عندنا في اللي هو سعودي ديجيتال لابري في السعودية وفي قطر أيضا وفي العراق أيضا. تخيل العراق اللي تعاني من التقشف عندها التحالف أيضا اسمه عراق فيرتشوال ساينس لابري، وآن الأوان إحنا بصراحة الكويت نقوم بهذا التحالف. إذن مراحل تنفيذ المبادرة؟ طبعا تماشيا مع خطة التنمية في الدولة تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى طبقا أو تغطي الفترة من سنة 2010 لغاية 2015، وطبقا للاستراتيجية السابعة للمعهد، وتم فيها تطوير البنية التحتية للمعلومات للمراكز البحثية الجديدة التي استحدثت، وباستخدام أفضل الممارسات العلمية العالمية للإنستيتوت فور ساينتيفيك إنفورميشن معروفة هي باسم الآي إس آي، والحصول على مصادر معلومات متعددة ومقننة ومحكمة. المرحلة الثانية وهي تغطي الفترة من 2015 الحين لغاية 2020، طبعا هي استكمالا لتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، وأيضا طبقا للاستراتيجية المعهد الثامنة تم وضع بصمة وطنية لتكوين التحالف من خلال استراتيجية التواصل هي كوميونيكيشن استراتيجي، وتم التواصل مع المؤسسات والوزارات في الدولة وإعطائهم محاضرات تثقيفية عن أهمية المبادرة وأيضا أهداف المبادرة، وأيضا تم تقديم خدمات معلومات. الخدمات المعلومات قدمناها من المصادر اللي تم تكوينها في المرحلة الأولى من تأسيس المشروع أو المبادرة، وكل هذا بهدف تحديد المصادر المشتركة بين المؤسسات والحصول عليها ضمن التحالف الوطني وبتكلفة أقل من الاشتراك الفردي. طيب ماذا عن المخرجات؟ لو نبي نركز على المخرجات المبادرة، طبعا يقاس مدى تقدم الدول مقدار ما تنشره من أبحاث علمية في مصادر معلومات محكمة ومقننة عالميا، فهي تعتبر بصراحة احنا نشوفها كفرصة ان نطمح بان الكويت يزيد فيها النشر العلمي وتصنف في مصاف الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا في على 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 الصعيد الإقليمي والعالمي ايضا. نعم، لو بنركز على الإنجازات، أهم الإنجازات اللي تم تحقيقها. من أهم الإنجازات في الوضع الراهن تم تكوين تحالف بين المؤسسات البحثية والعلمية أيضا اللي هي جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا معهد الكويت للأبحاث العلمية، وتم تكوين أو تشكيل لجنة تسنيقية مشتركة، وقامت هذه اللجنة بعمل لقاءات عديدة واجتماعات عديدة لمناقشة الأمور الفنية والإدارية وأيضا القانونية اللي تتعلق بتكوين التحالف بشكل عام، وأيضا الاشتراك في مصادر المعلومات بشكل خاص، وتم إعداد أيضا وثيقة مسودة اتفاقية اللجنة التنسيقية المشتركة بين الجهات الثلاث لتوقيعها إن شاء الله في القريب العاجل. في المرحلة المقبلة إن شاء الله راح تتضمن الإشراك المؤسسات والوزارات الأخرى لتكملة التحالف. إحنا الحين حاليا عندنا بس الثلاث الجهات الأساسية اللي تم ذكرهم مسبقا، راح نكمل التحالف إن شاء الله لتكوين التحالف لتكملة التحالف والاشتراك في مصادر لتوحيد مشاريع لتوحيد الاشتراكات في مصادر المعلومات والإسهام في التنمية المستدامة بإذن الله. أستاذ وحيد صفر، إذا حاب تقول كلمة أخيرة وصلنا معك للختام تفضل. أنا أحب بصراحة أشكر جميع العاملين وجهود الإدارات السابقة في المعهد والإدارة الحالية، أيضا
مدير قطاع التكنولوجيا والعلوم، مدير المركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أيضا الجي بي سي اللي هي الجوفرمنت كوميتي المسؤولة عن المبادرات الحكومية في المعهد سواء السابقة أو الحالية. طبعا على رأسهم فريق العمل اللي يعني بصراحة بذلوا جهد ملحوظ في تطور المشروع والمبادرة. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. شكرا شاكر. إذن أعزائي أكيد متواصلين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا وتابعونا.